الأدب. عبارات كتبت على مواقع التواصل الاجتماعي، وها هو اليوم يعطي الدفء المفقود لعشرات العوائل لتخفيف معاناتهم من موجة البرد القارص. أكيد فور ما شفنا صور الأطفال اللي بالمخيمات، اللي حقيقة أنه الثلج، شفنا يمكن أكثركم شفتوا هذه اللقطات، مناشدات العوائل اللي هناك، نساء يعني ومسنين. فما اكتفينا بأنه احنا نتداول هذه الصور ونكتب بعض الكلمات، لا، مباشرة بادرنا بحملة بطانية زايدة. شفنا استجابة قبل حتى لا ننصب الخيمة، يعني شباب قاعدين دا ينصبون خيمة، وصلتنا 45 بطانية. فاستجابة الناس لهم حلوة، هذه الروح والفزعة العراقية، الكرم العراقي التمسناه حقيقة بشكل كلش كبير. مشكورة قناة الرشيد قبل كل شيء، والأستاذ سعد الجنابي اللي دائما مساهم بالإنسانية وكل شيء إنساني. مثل هذه المبادرات أكيد كل أسرة قناة الرشيد مشكورة دائما بأعمالها الإنسانية. حال الشباب متطوع، قدرت أبات بالخيمة 3 أيام متتالية على التوالي، هواي ناس ساعدتنا، قدمنا إن شاء الله مساعدات للآخرين. بعض الأصدقاء أيضا هسه قبل شوية جبتهم وياي سيارتين محملة بالبطانيات وبعض الملابس همينه، ومستمرين لحد الآن. بالبداية أنا مصطفى كامل أحد الشباب اللي باتوا بالخيمة يومين، عشنا تجربة كلش حلوة بالبرد. أهمها الإنجاز اللي قدمناه، قدرنا نجمع مئات أو عبرا الألف تقريبا بطانيات وأفرشة. المساعدات مال العالم مستمرة لحد الآن، مبالغ تنفرزها ما بالبث المباشر. التوفيق من الله، هذا اللي فرحني كلش. جهود العراقيون كانت حثيثة وفعالة لدعمهم المتواصل في أبسط الأشياء من الأغطية والملابس وكل ما يلامس الأجساد فيهون عليها في هذا البرد القارص. تبرع لم يقتصر على الشباب فقط، بل بمساعدة الناس لهم أيضا. كل بطانية تدفي طفل اليوم بالعراق، أو تستر امرأة مريضة، عجوز، مريض، أجرها كبير عند الله. ونحن العراقيين معروفين بالطيب والتكاتف. أسأل الله أن يوفق هالشباب. إخواني لا حد يقصر، الشعب العراقي شعب معطاء، سخي، طيب، ذو مواقف. نتمنى من الله ومن الناس الميسورة اللي الله ممكنها نساعد الناس هاي اللي مثل ما أقول النازحين. هم من هو أخوي وأخوك وأختي وأختك، زين، هم هاي ظروف مثل ما أقول ظروف اللي هم هسه مروا بيها، زين. فنتمنى الله أن يساعدونا بما هو اللي يتمكنون به. اللي يقدر يشارك بحملة بطانية زايدة، اللي يقدر على بطانية، اللي يقدر على زولية، اللي يقدر على أي شيء يساعد أخواننا المسلمين بهذا البلد. حتى لو أي شيء يقدر يساعد يساعد، حتى كليتنا نتساعد وكليتنا نتكاتف، والأخوة تكون يعني رحمة. كثير ما نسمع بقصص تحكي أحوال الفقراء التي تظهر كم يواجهون في هذه الحياة من الشقاء والبرد، وبجهود مبذولة حاولوا هؤلاء الشباب بمشاعرهم الصادقة رفع المعاناة عنهم، تمكنوا من إيجاد حل بسيط يحتوي ظروف الفقير ويلبي أبسط الاحتياجات. من بغداد، علي العامري، قناة الرشيد.